نشرة الأخبار الصباحية من أورينج نيوز، أهلا بكم. نبدأها بالعناوين. قبل هدنة مرتقبة، النظام يرفع وتيرة قصفه للغوطة الشرقية ويرتكب مجازر في ريف درعا. تحت غطاء جوي من طائرات العدوان الروسي وبوارجه، قوات النظام تحاول التقدم على أكثر من محور في ريف اللاذقية. الأمم المتحدة تدين استهداف روسيا للمعارضة المعتدلة وتطلب من الجماعات المتشددة مغادرة سوريا.